والفلور نفس القصه. الفلور عندك لود عليه وعليه العزم كمان اللي ايه؟ اللي موجود عند الحافه بتاعته. القصه عرفنا ان ده الموال، والموال مش سهل، عشان تبقى فاهم ان الايه؟ ان القصه بتاعت الخزانات مش قصه سهله، لا الخزانات السيركولر ولا الريكتانجولر موضوع سهل. موضوع محتاج من سيادتك تمرين وشغل، وكل مساله خزان مساله منفصله زي ما انت شايف اهو. ادي ثلاث مسائل استاتيكال انديترمنت، واحده جراوند، عندنا مسالتين ديترمنت، وواحد واثنين الليفيتد، والثلاثة دول والاثنين التانيين الخمس مسائل دول محلولين عندك في الكتاب، خمس مسائل محلولة. بدأنا احنا نحل في واحد المرة اللي فاتت. طب ايه المسألتين الأخرى دول؟ المسألتين الأخرى دول عبارة عن ايه؟ statically determined wall، الوول نفسها بعتبرها statically determined. بروح ايه؟ حلل الوول وجايب الفيكسد اند مومنت وعكسه على الفلور. بس لما اجي اعكسه على الفلور الاقي الفلور نفسه بقى indeterminate. ليه؟ لما الفلور لما كان هنا سبورت وهنا كان سبورت ودي كانت رينج بيم، ما لما كانت رينج بيم يعني الكاميرا مدورة سيبك، دي سبورت هنا ودي سبورت هنا، يطلع لك ده ايه؟ ده statically determined، مساله بتعمل كانتليفر. ودايما احنا بنتعامل مع الفلور بناخد شريحه متر والحيطه بتاخد شريحه متر كل شرايح، فاهم يا ولا انت فاهم؟ هل دي مجهوله؟ في حاجه مجهوله هنا؟ ابدا. عليها اللود، لو اللود عليها اهو وده عليها كونسرتين هنا هجيب احل واجيب عادي. دي كانتليفر ما فيش فيها حاجه، يعني اوفر هانج من اليمين وعليها اثنين كانتليفر من الجنبين. فدي معلومه. لو فرضنا بقى ان انا قطعت في الارضيه هنا اهو، لو قطعت في الارضيه هنا بقى تلاقي ايه يا باشا هنا؟ تلاقي الحيطه سبورت والايه؟ وهنا في سبورت مكان الكاميرا اللي في الارضيه دي العدله، وفي كاميرا هنا ثاني في سبورت وفي سبورت ثاني. يبقى الارضيه فيها اربعه سبورت. خش هنا كده لو انت عملت الارضيه بانل دي بيم، واحد يقول لا هي ارضيه الخزان ممكن اعملها بانل دي بيم. ايوه يا ابني، ما هو كل اللي انت خدته في اللسوف الفلور بتاع الخزان سقف. لما الفلور لما الباكيه بتاعت الارضيه بتاعت الخزان دي تبقى كبيره، الديمتر بتاع الخزان ده 10 متر، هعملها بلاطه؟ هتعمل بلاطه بحرها 10 متر؟ وخلي بالك ده البلاطه عندنا كان عليها طن ولا حاجه، دلوقتي دي شايله 5 طن 6 طن ارتفاع الميه. يعني بلوه مسيحه. فالوسع الكبير ده تضطر تعمل ايه سيادتك؟ تضطر تعمل طقم الكاميرات بين الدي بي. فين؟ في الارضيه. في الفلور. اهو كاميرات متقاطعه اهي، خلي بالك. اهي واحد يقول ده انت عامل واحده وواحده. اه ايه يعني؟ ممكن اعملهم اثنين واثنين. المشكله بقى لما تيجي تقطع في الفلور تلاقي اتصال الحيطه بالارضيه سبورت، وبعدين عند كل كاميرا من دول الارضيه مليانه ايه؟ سبورتس. يبقى بقى ده مليان سبورتس، تعكس ده على ده يطلع لك ان الفلور نفسه ستاتيكال انديترمنت. اسمها ستاتيكال انديترمنت فلور. مش المساله مش العزم مجهول عند اتصال الحيطه بالارضيه، لا. المسألة النوع الثالث ده زي النوع الأولاني، بتحل الحيطة على مثلث المية وتروح عاكس الإيه؟ المومنت بتاع الحيطة على الأرضية، تيجي تلاقي الأرضية ما هياش ديترمنت، انديترمنت. حل الأرضية الانديترمنت دي بالشريحة انديترمنت عادي خالص، مش أي مشاكل خالص. ماشي؟ نبص إحنا فينا دلوقتي القصة المبدأ، نكمل المثال اللي إحنا كنا بنحله بيه المرة اللي فاتت. اللي هو الخزان اللي قدام سيادتك ده، احنا اول حاجه حلينا ايه؟ حلينا الحيطه قدام سيادتك ده. طب احل الحيطه ازاي؟ اتش تربيعه دي تي. طبعا بفرض التخانه بتاعت الحيطه. مفروضه منين؟ من قانون الامبريكا اللي قدام سيادتك ده، وما تقلش عن 20 سم. وبعدين حط مثلث الميه بقى وخش في الجدول بتاعك، هتلاقي اتش تربيعه دي تي طلعت بخمس بسته، 75 خدناها سته، افتح الديزاين ايدز وهات الرينج تنشن. عامل لك انا ايه؟ تدريب لحضرتك اهو عشان تتمرن على الرينج تنشن براحة حضرتك. جاي لك الكوفيشن ومعوض لك ايه؟ في القانون اهو بتاع التي. الجدول ده نهو قدام سيادتك اهو.
افتح حضرتك ابندكس دي هتلاقي الجدول بتاع الرينج تنشن قدام سيادتك اهو، اللي هو جدول واحد تنشن ان سيركولار رينجز تريانجولار لود فيكسد بيز. وخلي بالك من قصه فيكسد بيز ولا هنج بيز؟ فيكس. طب الحيطه متصله بالارضيه، جدول واحد والكوفيشنت قدام سيادتك، وعامل لك انا الايه؟ الموال اللي قدام حضرتك ده كله عشان تتمرن حضرتك. طبعا انت في الامتحان عشان برضه تبقى عارف مش هتعمل كل ده في الامتحان خالص على الاطلاق. انا جايب لك ايه؟ ده انا جايب لك من اول راس، من اول حافه الخزان فوق لحد البطن الارضيه تحت. انا عايز من حضرتك القيمه الكبيره بس، هات الكوفيشنت الكبير بس، وهات الرينج تنشن الكبيره بس، قيمه واحده بس. واحد يقول لي هعرف منين؟ قال لا، مش احنا جبنا الاتش تربع دي تي بسته، وقف عند سته وشوف الكوفيشنت الكبير هو اللي هيجيب لك القيمه الكبيره. 514 قدام حضرتك نقي الكوفيشنت الكبير. ما هو القانون بيقول لك ان الدي تساوي الكوفيشنت في الجاما في الاتش في الار، الاتش ثابته والار ثابته، يبقى مين اللي هيغير؟ الكوفيشنت. كل ما الكوفيشنت يكبر كل ما قيمه الرينج تنشن تكبر. بس اذا الهيصه اللي انا عاملها لك دي في الشيء في المثال المحلول، والمثال المحلول انا جايبه لك تلاقيه ضخم كده، في الواقع ان ده سيكشن واحد بس. يعني انا هجيب هنا ايه؟ اهو 31.8 عند 514 اللي هي عند 6.1 اتش. ودايما انت عارف ان الرينج تنشن الكبير بيبقى في التلت نهو الوصفان من 4.10 ل7.10. دايما تلاقي ليه؟ الكوفيشنت قدامك عشان ما تقعدش تدور، ما انت لازم تبقى متمرن. اذا هجيب قيمه واحده، القيمه الواحده دي هي اللي هجيب لها الحديد وخلاص، الحديد اللي في الرينجز. وادي جبنا الحديد اللي في الرينجز اهو، الكي التيمت ضربناها في واحد. لو انا اصمم بالالت عايز بالوركينج يشتغل اس ام تي بدل ما اس ام تي التيمت على اف على جاما اس، اس ام تي على اف اس. والتي بكام؟ قدام حضرتك اهي 31.8 اهو. يبقى ضربنا التي التيمت في 1.4 31.8 ادي التي التيمت، قسمنا التي جبنا الاريا اس تي التيمت على اف يد على جاما اس، طلع 14.2 سم 14.2 سم على الجنبين. يبقى كل جنب فيه كام؟ نصهم اقسم على 2 هات على الجنبين 7.11 يبقى 7 سم وشويه. فيها حاجه خطوه ما في موضوع في منتهى البساطه، انما اللي انا عامله لك ده عباره عن تدريب، اللي انت هتعمله في الشيء تدريب لنفسك بس انت عارف القصه. طبعا اوعى تنسى، اوعى تنسى ان انت بعد ما جبت الحديد انت بتشتغل في خزان، يبقى لازم اصمم ستيج 1 وليس ستيج 2. لحد هنا كده ده ستيج 2 بدون اخذ الكراكس في الاعتبار. عشان اخد الكراكس في الاعتبار ولان ده خزان يبقى لازم اعمل حاجتين، ازود الحديد بنسبه البيتا سي ار، الفاكتور بيتا سي ار اللي هي انقص اجهاد الايه؟ اجهاد الحديد. ما انت ما تنقص اجهاد الحديد يعني تزود مساحه الايه؟ الحديد. بدل ما اكون عايز 7 سم هعوز 9 سم. بمين؟ بديبندنت على البيتا سي ار. طب البيتا سي ار ده بتتوقف على ايه؟ على قطر السي. لازم اختار قطر وبعدين ايه؟ اجيب البيتا سي ار اللي قصاده من الجدول حسب نوع الحديد، هو مايلد ستيل ولا هاي جريد ستيل؟ 360 ولا 240 في الجدول اللي موجود عند حضرتك، والجداول موجود عند سيادتك هي في الصفحه بتاعت الايه؟ في الديزاين ايدزاك. ادي الجدول اهو. اهم يا باشا. ادي جداول البيتا سي ار. كمان هو البيتا سي ار بس؟ لا، لازم اشيك على الاف سي تي. التنشن فورس بتاعتك اقسمها على الاريا كونكريت زائد ان على الاريا ايه في الاريا اس. المفروض ان المعادله دي تطلع لك اجهاد في الشد اقل من الاجهاد الايه؟ الماكسيموم. الاف سي تي ار مقسوم على الايتا، والايتا هنا بواحد عشان دي تنصيل ايه؟ فورس. مفيش عزم. فطبعا طلع اقل.
هو انت لو انت مختار القانون التي هنا هتطلع اكتر. خلي بالك عشان بس بعد لان التي طالعه كام؟ 25 سم اخترت انا 30 فخلاص. لو انت التخانه بتاعت حضرتك كنت اخترتها 25 كانت جايز تطلع التي قنصين. انما لما بتبحبح ايدك في التي يعني زود التخانه بتاعت الايه؟